السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، واذا ما قد ما اشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه تغيير صوره مصغره لفيديوهات الفيسبوك الريلز والفيديوهات العاديه بالكمبيوتر والهاتف. الطريقه جدا سهله، نروح للشرح. اول شيء الفيديوهات الطويله العاديه راح اختار اضغط على هذا الزر، راح اختار مقطع فيديو طويل او فيديو عادي. اوكي، والحين اضغط على نشر. اوكي، راح انتظر ثواني لين ما يتم رفع الفيديو. اوكي، بعد الرفع الفيديو راح يعطيك اصبح يعني يعطيك اشعار ان الفيديو تم اضافته. راح تسوي اعادة ريفرش للصفحة، راح بتحصل الفيديو موجود. اوكي، كيف تعدل على الصورة المصغرة؟ الطريقة جدا سهل. الحين تروح تروح لهذا الخيار بيزنس. اوكي، بعد ما تضغط على البزنس هني بتحصل المحتوى. اضغط على المحتوى. اوكي، الحين هني بتحصل هذا الفيديو العادية اللي تم رفع بجانب. اضغط على هذا الثلاث نقاط واضغط على التعديل المنشور. اوكي، بهذه الطريقة تقدر تضيف عنوان، تقدر تضيف اشياء مثلا بهذه الطريقة. هني عندك صورة، عندك اختيار صورة مقترحة من هني او اختيار اطار او تحميل صورة. تضغط على تحميل صورة ويعطيك هذا النافذة. اضغط على تحميل صورة. الحين اختار الصورة المصغرة الخاص بك بهذا الطريقة. اوكي، الحين كل ما عليك انك تضغط على التالي، تضغط على التالي واضغط على مشارك. اوكي، يقول لك هني جاري معالجة المشغول، اضغط على تم. خلاص، الحين انتظر ثواني لين ما يتم معالجة الصورة. اوكي، بعد ما سويت اعادة ريفرش الصفحة، اعادة الصفحة، راح بتحصل تم تغيير الصورة المصغرة بهذا الطريقة. لو تدخل الصفحة الشخصية الخاص بك بتحصل الفيديو صورة مصغرة، يعني اي شخص يشوف الفيديو يشوف هاي الصورة. شوفوا، لاحظوا تم التغيير بهذا الصورة. وبس يا شباب، هذا هو تغيير الصورة المصغرة لفيديوهات الطويلة الفيديوهات العادية في الفيسبوك. اوكي، الحين نروح للهاتف. طبعا الفيديوهات الريلز القصيرة لو ترفع على الكمبيوتر ما تقدر تغير الصورة المصغرة الخاص بك. كيف تغيرها؟ عن طريق لازم يعني هاتف ترفع الفيديو عن طريق الهاتف. اذا كان عندك فيديو ريلز لازم ترفع على الهاتف حتى تقدر تضيف صورة مصغرة. اوكي، اضغط على علامة الزايد، هني بتحصل مقطع ريلز. اوكي، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها عندي صورة مصغرة يعني خاص بالريلز طويلة يعني عمودي، وعندي مقطع ريلز قصير مقطع ريلز. اوكي، راح اضغط بعد ما اختار المقطع ريلز حتى ارفعه، اضغط على التالي. انزل تحت بتحصل عرض المزيد. انزل لتحت بتحصل اختبارات A B، اضغط عليها. هني بتحصل اختيار غلاف، شوفوا لاحظوا اختيار غلاف، اضغط عليها. الحين عندك هني تقدر تختار صورة مصغرة من الفيديو او اضافة من المعرض، يعني من المعرض، اضغط عليها. الحين بتحصل هاي الصورة اللي صممتها، صورة طولي يعني طويل عمودية. اوكي، الحين اضغط على علامة الزايد حتى تضيف صورة ثانية. اوكي، بهذا الطريقة. الحين اضغط على حفظ. الحين اضغط على مشاركة الان. شوفوا تم تغيير الصورة مصغرة. اضغط مشاركة الان. خلاص، الحين تدخل الصفحة الرئيسية. اوكي، تدخل الى الريلز. نفس ما تشوفون تم تغيير الصورة المصغرة للفيديو. اوكي، مثل ما تشوفون هذا هو صفحتي،
تم تغيير الصورة المصغرة للفيديو. لو أدخل الفيديو بتحصل الفيديو نفسه وتم تغيير الغلاف الخاص به. وبس يا شباب هذا هو الشرح. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.